لا يعرف وقتا للراحة، إما أن يخترع أو يبتكر، وإما أن يموت. فالعلم والبحث لديه بمثابة إكسير الحياة. ولد وتعلم في الجزائر، ثم خرج منها شاباً، ليقوده مصيره إلى 3 بلدان في 3 قارات، في رحلة طويلة لم يحصد منها المال فقط، وإنما وصل إلى أكثر من 700 براءة اختراع، و450 مقال علمي، و23 كتابا في علوم الطاقة. من طفل كان يحلم بأن يصبح بائعا للفول السوداني، إلى واحد من أهم علماء الأرض في الكهروكيمياء. تتسابق كبرى شركات اليابان للحصول على خدماته. فإذا كنت تستخدم هاتفا نقالا، لابد وأن تشكر هذا الجزائري الغامض والمجهول، لأن الهاتف أو اللابتوب الذي تشاهدون هذا الفيديو من خلاله يحتوي على واحدة على الأقل من التكنولوجيا الذي اخترعها كريم زغيب. وإذا حلمت يوما بهاتف يدوم مدى الحياة دون إعادة شحنه، قريبا سيصبح حلمك حقيقة، لأن هذا ما يعمل عليه المخترع الجزائري. فكيف سيحقق حلم الملايين بهذا الاختراع المبتكر؟ وما هي خططه التي يحلم في تنفيذها في بلده الأم الجزائر؟ تفاصيل كثيرة وأسرار مخفية نرويها لكم في هذا الفيديو. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في الجزائر ولد، وفي اليابان وفرنسا درس، ليستقر أخيرا في كندا ويصنع المستحيل فيها. من أب يعمل في مصلحة الجوازات، وأم تدرس اللغة الفرنسية. ولد كريم زغيب في مدينة قسنطينة شرق الجزائر، ونشأ فيها مع أسرته المكونة من 9 أشخاص. في عام 1979 دخل المدرسة الثانوية، وتلقى تعليمه على يد أمهر المدرسين العرب من جنسيات مختلفة من فلسطين والعراق وسوريا، ثم التحق بجامعة سطيف وتخصص بالإلكتروكيمياء. أنهى دراسته الجامعية في الجزائر، ثم حصل على منحة دراسية في فرنسا، وهناك حصل على الدكتوراه في الكيمياء الكهربائية من معهد البوليتكنيك في غرونوبل، ثم حصل على التأهيل لإدارة البحوث في جامعة بيير وماري كوري، وهو أعلى مؤهل جامعي في فرنسا، وأخيرا نال درجة الأستاذية من جامعة السوربون. استغرقت دراسته في فرنسا ما يقرب من 15 عاما، وعندما أنهى جميع مراحله الدراسية سافر إلى اليابان لتطوير مسيرته البحثية، وهناك عمل لمدة 3 سنوات في معهد أوساكا القومي. ولدى وجوده في المعهد اكتسب خبرته في بطاريات الليثيوم إيون. في عام 1995 سافر إلى كندا ليبدأ مسيرة جديدة في حياته المهنية، بدأها من معهد هيدرو كيبك، وجاء إليهم بجميع الخبرات التي اكتسبها، وقام لأول مرة بالعمل على تطوير بطاريات ليثيوم إيون. خلال وقت قصير أثبت براعته ومهارته، وبدأ بتسجيل براءات الاختراع واحدة تلو الأخرى، حتى وصلت إلى حدود 700 براءة اختراع، لتقوم حكومة مقاطعة كيبك الكندية بتعيينه مستشارا استراتيجيا في مؤسسة كيبك انفستيسمون، من أجل تطوير قطاع صناعات البطاريات للسيارات الكهربائية. ونظرا لإسهاماته الكثيرة، حصل على أكبر جائزة علمية كندية. يعمل زغيب حاليا كأستاذ محاضر في جامعة ميغل الكندية المتميزة، ويترأس منذ عام 2017 مركز التميز هيدرو كيبك، ويشرف على نحو 100 باحث من جنسيات مختلفة. كريم زغيب والجزائر. في الجزائر عندما كنت صغيرا لم نتمكن من شراء الأشياء التي تشبع فضولنا. علمني ذلك الابتكار من أجل صنع الشيء الذي يشبع فضولي. ثم وفي إحدى المرات وأنا أتمشى في شوارع الجزائر المزدحمة، عانيت كثيرا من تلوث السيارات وبدأت بالسعال، ومن وقتها بدأت أفكر بطريقة لحل هذه المشكلة. هكذا تحدث كريم زغيب عن السبب الذي دفعه للاختصاص بتقنية بطاريات الليثيوم والتي نجح بتطويرها.
لدرجة أن 66% من التكنولوجيا المستخدمة في بطاريات سيارة تيسلا مثلاً تعتمد على تقنية ليثيوم إيون التي أنشأها مع فريقه. وتعتبر الشركات الصينية من الموردين الرئيسيين للتقنية التي ابتكرها زغيب. يطمح زغيب إلى مساعدة الجزائر في انتقالها إلى الطاقة النظيفة من خلال تسريع إنتاج الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز. ويعتقد أن الجزائر لديها كافة الإمكانيات التي تؤهلها لإنشاء نظام بيئي فريد وأن تضع نفسها في مستوى البلدان التي تنتج الطاقة النظيفة. ودعا زغيب السلطات الجزائرية بتسريع اعتمادها على السيارات الكهربائية كبديل للسيارات التقليدية، ليس اعتمادها فقط وإنما تصنيعها لتلبية احتياجات السوق المحلي. ويرغب لو أن الجزائر تتمكن من تكرار تجربة النرويج التي تصدر للعالم النفط والغاز وتستثمر بالعوائد في مجال الطاقة النظيفة، كما أنها تفرض ضريبة ثقيلة على الذين يرغبون باقتناء سيارات تعمل بالمحروقات، بينما تلغي الضريبة نهائيا لو اشترى المواطن سيارة تعمل على الكهرباء. بطاريات الليثيوم. تم تسويق بطاريات الليثيوم إيون لأول مرة من قبل شركة سوني اليابانية عام 1991. في الوقت الحاضر إلى جانب المركبات الكهربائية أصبحت تستخدم بطاريات الليثيوم إيون بشكل شائع في أجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومختلف الأدوات الكهربائية. فقد أحدثت بطاريات الليثيوم إيون ثورة في حياتنا اليومية، حيث أرست الأسس لمجتمع لاسلكي ومترابط وخالي من الوقود الأحفوري. من المتوقع أنه بين عامي 2020 و2030 سيزداد الطلب العالمي على بطارية الليثيوم إيون 11 ضعفاً، ووصلت قيمة سوق البطاريات إلى 40 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المفترض أن يصل حجم السوق إلى حوالي 91 مليار و900 مليون دولار أمريكي في عام 2030. على الرغم من أن أوروبا تخطط لاستثمارات مكثفة للتصنيع، إلا أن الصين تهيمن على الإنتاج العالمي لبطاريات الليثيوم إيون. ومن المتوقع بحلول عام 2025 أن تسيطر الصين على حوالي 65% من الإنتاج العالمي، بينما يقدر الإنتاج الأوروبي بنحو 25% فقط. فهل ينجح العالم في الاعتماد على الطاقة النظيفة كبديل للوقود الأحفوري والنفط؟ وهل يتمكن العالم الجزائري كريم زغيب من اختراع بطارية تدوم مدى الحياة؟ للمزيد شاهد من هنا تقنية وثورة بطاريات الليثيوم.